هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أكثر في درب النبي صحب وأشراف تقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. قوموا إلى الدرب المضيء ونرقى في علا ونعانق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا.